العرب والمسيحيون، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج معالي الدكتور منذر حدادين وزير المياه الأسبق الذي تناول خلال الحلقة تاريخ الوجود المسيحي في الأردن والمنطقة العربية، مبينا أن معظم القبائل العربية قبل الإسلام كانت تدين بالمسيحية. كما تطرق الحوار إلى أسباب تناقص المسيحيين في البلدان العربية، وهو برأي الدكتور حدادين استهداف مقصود. المزيد في هذا الحوار. شو سر هذا الوفاء العربي المسيحي للأمة؟ وأنت من يقول يعني هاي خير أمة أخرجت للناس أمة العرب، كيف يوازن يعني كيف يوازن هذا الانتماء؟ فرجيني أقدم مني في هذه البلاد بتلاقي أخلص مني، بس إحنا في الرسائل السماوية إحنا من أقدمهم، إحنا من أقدم من وجد على هذه الأرض. نعم. ولما مارسنا السلطة لم نتعصب للعروبة، أو كانت العروبة عندنا مواطنة، كان سريان أراميين بيننا والحضارة كانت بينهم مش بيننا احنا، مش بس عرق عربي، لا لا مواطنة في نعم. نفس البلاد نعم. احنا حاكمين كنا نعم. صدف انه احنا الحاكمين العرب، وبقولوا في التاريخ انه تابعين لبيزنطة والمناذرة تابعين لكسرى، بس شوف وضع الغساسنة مع بيزنطة مختلف، كان تحالفا، تحالف مش مش خضوع الند للند، مش خضوع زي ما تكون دولة بالنيتو. مزبوط. كانوا يسموا رئيس الغساسنة الفيلارك، زي البطرك الكبير. نعم نعم. كبير البطاركة. نعم. وتعريب الدواوين مين قام فيه؟ مسيحيين العرب. نعم. بلاش أقول لك، اترك الفلسفة وعلم الكلام على جنب. نعم. ما تبقى من العلوم اللي أبدع فيها العرب كان العلماء فيهم مسيحيين، وكان صابئة، وكان من غير العرب. عندما نقول مسيحيين عرب أنت تقصد من هو من عرق عربي سرياني؟ لما أقول مسيحيين العرب أنا بقصد المواطنين مشروع. المواطنين في الوطن العربي من المسيحيين. نعم. هذول مسيحيين بسميهم عرب، بس ما بنكر عليهم حقوقهم القومية، سميها سواء كانوا أراميين سريان أو كانوا أقباط أو كانوا أكراد. نعم. هذول إخواننا في المسكن والدفاع عن البلاد. نعم. التقدم الحضاري. معاليك الآن بدي أنتقل معك إذا سمحت إلى الحاضر. يعني أنت تحمل رسائل مهمة وخبرة، تستحضر خبرة التاريخ والخبرة الماضية وبتقدمها لنا الآن. سؤال: العدد حضور الجماعة المسيحية يتضاءل عددها، العرب المسيحيون عددهم يتناقص، ماذا تقول في هذا؟ أنا بقول هذا نتيجة طبيعية لما يخطط ويخطط له أعداء العرب. أعداء العرب من بداية الحركة الصهيونية هم اللي ما بيودون الخير، هم الصهاينة من كل فج وصوب، سواء كانوا يهود أو كانوا بروتستانت أو كانوا حتى من بريطانيا اللي هي كنيسة مختلفة. نعم. هذول بدنا نتذكر إنه في تلك الديار
نعم. هناك فصل للدين عن الدولة. نعم. أنا ما بقول أعدائنا اليهود، لا، بقول الصهاينة. نعم. من نعم. كل فج وصوب. نعم. في منهم ناس مسيحيين. نعم. بس مفصول الدين عن الدولة. نعم. يعني تتحدث عن الغرب. الغرب. نعم. والقول في أيامنا هذه إنه غزو العراق هو غزو صليبي كلام خاطئ، لأنه اللي غزا أمريكا. نعم. في أمريكا ممنوع تصلي في في المدارس الحكومية. نعم نعم نعم. صلاة مسيحية صلاتهم نعم. ممنوع. نعم نعم. طيب كيف يكونوا صليبيين هذول اللي غزوا العراق وكسروا ظهرنا إحنا؟ نعم. وهم عندهم فصل للدين عن الدولة. نعم. ما بتصير تقول له هذول حروب صليبية، لا. نعم. مش الحروب الأولى كانت بدعم ومناداة من بطريرك روما. حرب فرنجة. حرب الفرنجة كانوا يسموها. تناقص عدد المسيحيين أمرين عاملين. نعم. التكاثر أبطأ من إخواننا من غير المسيحيين المسلمين. نعم. تكاثرنا إحنا أقل عددا. نعم. اثنين، ما بدي يعني أتفاخر فيها، بس إحنا تواصلنا مع العالم الخارجي كان أقوى تاريخيا. نعم. كان أقوى. تلاقي الماروني اللبناني وحتى الأرثوذكسي اللبناني وصل البرازيل وتشيلي. صحيح. وصلوا أمريكا وقال هم بيتابعونها الآن يعني على صحيح؟ على محطة نورسات. نعم. بس من شعرائهم. نعم. أظن القائل كان رشيد سليم الخوري الشاعر القروي. أو فرحات عباس، واحد من الاثنين، بقول أغرب خلف الرزق، غرب. نعم. أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت سوف يغربه. نعم نعم. أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت سوف يغرب، ونشرب مما تشرب الخيل تارة وطورا، تعافي الخيل ما نحن نشربه.